الحقيقة في قرار حكومي جديد مهم جدا. هذا القرار الحكومي خاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد، والقرار ده مهمته تحديدا مراجعة برامج محو الأمية والعمل على زيادة كفاءتها بما يتناسب مع سوق العمل، أيضا خفض معدلات الأمية اللي لسه مرتفعة للأسف واللي بتمثل حوالي 28% في فئة 15 سنة فأكثر. خلينا نعرف تفاصيل أكثر من الأستاذ الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لتعليم الكبار. صباح الخير حضرتك يا فندم، نورنا. صباح الخير. صباح الخير أستاذ أحمد، صباح الخير والمشاهدين الكرام. طيب، في البداية خلينا نعرف من حضرتك هذا القرار وهذه المراجعة لأي مدى هتحسن من خطة محو الأمية للكبار، أو حتى لو كلمنا من فئة 15 سنة فأكثر؟ الحقيقة المراجعات وعملية الريفورم أو عملية الإصلاح دي عملية مستمرة مدى الحياة، وبتأتي في ضوء محكات ومعايير معينة. أولى المحكات التوجهات العالمية الحديثة اللي أكدت عليها اليوم العالمي لمحو الأمية وتعليم الكبار بضرورة الاهتمام بالتنمية الشخصية للدارسين الكبار، فلم يعد الأمر قاصرا على محو الأمية الهجائية، بل امتد ليشمل جوانب التنمية الشخصية لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. علشان كده احنا في الهيئة نتبنى هذا التوجه. إذا الأمر لم يعد قاصر على تعليم القراءة والكتابة، بل امتد مفهوم تعليم الكبار وتوسع في السنوات الأخيرة، حتى أن شعار اليونسكو لهذا العام، واللي حرص كل الحرص على أن تكون مصر الكلمة في هذا المؤتمر، وكان لنا شرف تمثيل مصر بكلمة أكدنا فيها على نفس التوجه العالمي وضرورة تبنيه تمشيا مع هذه التوجهات العالمية. تأتي هذه التوجهات أيضا متطابقة مع التوجهات المحلية، فمصر بعد أيام قليلة إن شاء الله سيتم عقد مؤتمر الكاب 27 في شرم الشيخ للمحافظة على البيئة. فأحنا في تعليم الكبار تبنينا منهج الخضرنة والمحافظة على البيئة كمدخل أيضا في تعليم الكبار. أيضا المبادرات الرئاسية اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه، وفي غمرة الإصلاحات المادية للمجتمع المصري اللي بيشهدها القاصي والداني، أكد بما لا يدع مجال من الشك على ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للإنسان المصري. موضوع فيروس سي 13 مليون وفي عام ونصف مصر تستطيع القضاء على هذا المرض اللعين، فهذا شيء طيب. تكافل وكرامة اللي بيضم أكثر من 900,000 أسرة، هذا شيء طيب التقاء بالجوانب الاجتماعية للمواطن المصري. مبادرة حياة كريمة، الهيئة مشبكة مع كل هذه المبادرات الاجتماعية اللي بتنطلق من واقع مصر صميم، وبرضك في الوقت نفسه بتتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة، فلم يعد التغير أصبح صريح في ظل تكنولوجيا فرضت نفسها على كل أنماط الحياة، ولم يعد استخدام التكنولوجيا في ملف تعليم النظامي من باب الطرف، بل أصبح ضرورة وفرض عين. ظنت الثورة الصناعية الرابعة أن الآلة ستكون بديلا على الإنسان، لتأتي الثورة الصناعية الخامسة في 2020 وتؤكد بما لا يدع مجال من الشك أن الإنسان لا يمكن أن يكون بديل عن الآلة، وأن الاثنين بيعملوا في تضافر وتناغم تام. صحيح. من أجل خدمة وارتقاء بالبشرية. طيب، هنا حضرتك دكتور محمد أشرت على فكرة الثورة الصناعية والتحول الرقمي وأهمية ده تحديدا لمواكبة التغيرات العالمية التي تحدث من حولنا، ويمكن زميلتي العزيزة جمانة وهي بتتكلم لفتت النظر إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي فكرة أن ما زالت حتى الآن في مصر نسب الأمية مرتفعة. بنتكلم على 28% من قوام المجتمع نسبة من سن 15 سنة فأكثر. إزاي نقدر نقلل النسبة دي علشان خاطر نقدر نروح للتكنولوجيا بشكل فيه أريحية، وخاصة وزي ما حضرتك ذكرت وإن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم ببناء البشر قبل الحجر. ده صحيح، أنا بشكر معاليك على السؤال، والحقيقة هذا التوجه محمود.
النسبة 28% الحقيقة انخفضت دلوقتي ل 24.8، يعني معدل انخفاض حوالي 3.2. ولكن هذا لمصر بتاريخها وحضاراتها وكلمتها. الانخفاض ده في فترة قد إيه بس الأول؟ في السنوي، الفترة يعني السنوية يعني في سنة قدرنا نقول ده معدل كويس. ده معدل كويس جدا، بس احنا بنطمح في المزيد. فخامة الرئيس 13 مليون في سنة، انت عارف لو احنا عملنا تبنينا الاستراتيجية العالمية اللي بتؤكد على التعلم والتواصل بين الأجيال انترجينيريشن، اللي هي موضوع ليرنينج، التعلم بين الأجيال أو استراتيجية التعلم بين الأجيال أو استراتيجية محو الأمية الأسرية، فكل أسرة فيها أصبح متعلمين أكثر من غير المتعلمين، وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة فيها متعلمين أكثر من غير المتعلمين. لو كل واحد شال شلته في خلال عام واحد لن نكلف الدولة أي أعباء مالية، ونستطيع القضاء على الأمية بمبادرة واحدة يتبناها في خلال شلته الرئيس. دي بمعنى أنا في الهيئة عندي أميين عمال مثلا، يعني إحنا عملنا مبادرة مع النادي الأهلي تمت بمحو أمية العاملين بالنادي، عملنا مبادرة مع نادي الشمس، عملنا وإن شاء الله مع الزمالك قريبا بإذن الله تعالى، يعني مبادرة مؤسسات بلا أمية، قرى بلا أمية، أحياء بلا أمية، مشروع قرية متعلمة، مشروع المصريين يتعلمون مع الشباب والرياضة، كلها مشاريع عملاقة هدفها القضاء على الأمية. يعني كل واحد بيشيل الشيلة بتاعته اللي هو فيها. محو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية بتشارك فيها كل الجهات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والنوادي الرياضية والأحزاب السياسية بهدف القضاء على هذه المشكلة الاجتماعية. مشكلة محو الأمية لما بنتصدى لها الحقيقة بتعالج مشكلة زي الفقر، بتعالج مشكلة زي البطالة. عشان كده احنا دايما اللي بيعمل معانا كمعلمين متطوعين في العمل بناخدهم من فئة خريج الشباب، بحيث أحل مشكلة البطالة لهؤلاء الشباب وفي الوقت نفسه بستخدمه في علاج مشكلة اجتماعية عندي. يعني هي فندم سؤال برضو، هل بيكون هو متطوع ولا لا بياخد أجر، بس أجر يعتبر نسبي يعني رمزي. يعني أجر رمزي يعني بحس يعني مش أجر اللي يعني، إنما إلى حد ما كويس يعني. في بعض الشباب بيفتح فصل، في بعض الشباب بيفتح فصلين، عددهم أكثر من 50,000 معلم السنة دي. السنة اللي فاتت كان حوالي 49، السنة ده 50,000 معلم من معلمين الضرورة، بناخدهم من تكافل وكرامة، من أسر تكافل وكرامة. إذا كانت الدولة بتيسر لهم دعم مادي فإحنا بنوظف أبنائهم للعمل، المتعلمين منهم وخريجي الجامعات منهم في العمل في ملف. وعدد المعلمين كافي يا فندم؟ عدد المعلمين في تزايد مستمر، ولكن مع تعاوننا مع الجهات الشريكة الحقيقة هي بتزود هذا العدد وهو في تصاعد مستمر إن شاء الله. أنا عايز أقول لحضرتك القضاء على الأمية عملية مش صعبة وليست مستحيلة، وإذا كان عندنا تجربة في فيروس سي في خلال عام ونص، فإحنا لو تبنينا استراتيجية التواصل بين الأجيال واستراتيجية محو الأمية الأسرية واستراتيجية مؤسسات بلا أمية، وهي الدولة ما هي إلا عبارة عن مؤسسات وأسر، فإذا كانت الأسرة قادرة على محو أمية أبنائها والمؤسسة قادرة على محو أمية من بيها، نستطيع في خلال عام أو عامين إن شاء الله نطلق مصر كلها خالية من الأمية. عندنا صحيح. 4 محافظات نسبهم كادت تقترب من الصفر الافتراضي، زي محافظة البحر الأحمر كانت 13، نزلت الحمد لله بقت 9.8. دي مرشحة قربت على 7.7. نطلق على مصر خالية من الأمية لو نسبة الأمية أقل من 7%. فعندنا شغل كتير جدا. ده حلم. يعني حضرتك بتقول لو نسبة الأمية أقل من 7%، أعتقد ده بالنسبة لنا كلنا حلم. وزي ما حلمنا في يوم من الأيام إن تكون مصر خالية من فيروس سي، المثال اللي حضرتك ذكرته، كلنا بنحلم إن مصر تكون بلا أمية. إمتى نقدر نقول إن الحلم ده قابل للتنفيذ أو نفذ بالفعل على أرض مصر؟ الحقيقة يعني إن شاء الله هي إرادة سياسية، وإحنا ولله الحمد منذ أن تولى الإرادة السياسية موجودة. ما عندناش حجة. اللي ينقصنا بقى اللي ينقصنا التنسيق والتناغم والتشارك والتشبيك والإيمان بالهدف، حتى أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا العام عام المجتمع المدني.
في محاولة واضحة من فخامته إلى ضرورة تشابك الجهود الحكومية مع منظمات المجتمع المدني للارتقاء بالقضايا الاجتماعية اللي بتهم حياة المواطن المصري. في آخر تصريح لفخامته قال علينا أن نستمع إلى الآراء المختلفة لتصحيح فجوات أدائنا. فليس عيبا أبدا أن نستمع إلى الآخر أيا كان متفق أو مختلف معانا، وده مش كان التصريح للسياسة بس، لا أو للسياسيين. اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية. ده بيبقى تصريح عام، التوجه عام، سياسة عامة للدولة. علينا أن نقرب من بعض ونسد الفجوات الموجودة بالأداء وننطلق. فمصر تحتاج منا إلى بذل المزيد من الجهد. مصر لا تمتلك رفاهية الوقت ولا القيام بالمحاولات العشوائية. مصر أحدثت طفرة لم يشهدها العالم ولم تشهدها مصر منذ الفراعنة، من طرق وكباري، مطارات ومواني وبنية تحتية. صحيح. وبنية تكنولوجية ساهمت في وقوف مصر على أرجلها صلبة أثناء جائحة كورونا اللي فرضت التباعد الاجتماعي كشرط أساسي للحد من المرض أو القضاء عليه. مصر العظيمة قادرة إن شاء الله على أن تتصدى لكل مشكلاتها بمزيد من التراحم والتعاون ونقرب من بعض. طبعا زي ما حضرتك قلت. طيب دكتور محمد، يعني بالإضافة لكلام حضرتك، والحقيقة محدش يقدر ينكر، خلينا نقول الطفرة اللي حصلت في قطاع التعليم خاصة ما قبل الجامعي، لكن تبقى هناك كمان قضية هامة جدا، واحد من اهم واحد يعني تحدي من اهم التحديات اللي بتواجهنا، وهي فكره التزايد السكاني. فايه دور الهيئه انها تقدر تتعامل مع هذه القضيه؟ انا بشكرك الحقيقه. الهيئه من اليوم الاول لتوليها المهمه تم توقيع بروتوكول مع المجلس القومي للسكان لمحو الاميه السكانيه. وانا بعلم الدرس الكبير، المفردات الهجائيه بعلمه ازاي يحافظ على الاسره، ازاي يحافظ على البيئه من التلوث. بالتعاون مع البنك الأهلي تم محو الأمية المالية للدارسين الكبار، والمبادرة مستمرة بتموين ودعم من البنك الأهلي اللي بوجه لهم الشكر أيضا. الجامعات المصرية وتعاونها في ملف التعليم الكبار، منظمات المجتمع المدني، كله بيتشابك ويتعاون معنا منذ أن أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لمنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها الاجتماعي. فدورها مش دور سياسي فقط، دورها الاجتماعي أهم وأجدى للمجتمع المصري. علشان كده بقول لحضرتك، المحو الأمية السكانية دي قضية أمن قومي ولا بد أن نهتم بها. عملنا منهج اسمه منهج محو الأمية السكانية. صحيح. في الهيئة، يعني احنا مش بنقول هنعمل، احنا بنقول عملنا. ايوه، بس المنهج ده يا فندم، يعني حضرتك تحدثت عن مبادرات هامه فعلا، محو اميه العاملين ان كان في الشركات او في النوادي او 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 طبعا. لكن في فئه من المجتمع اللي في القرى والمراكز والنجوع اللي ممكن تكون بعيده شويه، اللي بيكون فيها مشكله الاميه يعني متفاقمه الى حد كبير. ده صحيح، ده صحيح. الام لا يسكن في الزمالك، الام يسكن حيث يقبع الفقر، وعشان كده الوصول للأم عملية صعبة جدا وشاقة وعسيرة. الهيئة كيان كبير نباهي ونفاخر به في كل دول العالم، لا توجد دولة في المنطقة تمتلك هذا الكيان اللي بيضم 27 فرع و300 إدارة تعليمية وبيخدم 17 ألف دارس وفي 50 ألف معلم وفي 10,000 إداري وفي 5,000 من المعينين الجدد. هذا الكيان الضخم الكبير بيجوب الكرة والنجوع بحثا عن الأميين. وأنا الحقيقة كان ليا زيارات ميدانية في المنيا وشفت ده على أرض الواقع، وكم كنت سعيد بالتجربة أن أنت تلامس المعاناة للناس في أرض الواقع وتشوف مشكلاتهم وتبدأ تحلها. ده شيء طيب جدا. مصر قادرة إن شاء الله، لن يعجزها شيء بإذن الله تعالى عندما تتضافر وتتكاتف الجهات الحكومية مع المؤسسات المجتمع المدني. نستطيع أن نصنع الكثير والكثير. فمصر الجديدة قادرة بفضل الله وقيادة سياسية واعية تدرك أهمية هذا الجانب الاجتماعي لارتقاء بحياة الإنسان المصري. لما صحيح. نتكلم عن 17 مليون دارس، ده في متوسط أسرة 3 أو 4، بنتكلم في 60 مليون بتصلهم الخدمة اللي بتقدمها الهيئة. أيضا سألونا في الكلمة اللي قلناها في مؤتمر الكونفنتيا في المغرب، واللي كان ليها شرف تمثيل مصر، وبالمناسبة بوجه للأستاذ الدكتور طارق شوقي الشكر والتحية، ولأخي العزيز الأستاذ الدكتور رضا حجازي كل التوفيق والتحايا،
وفي اليوم الثاني لتولي المهمة الحقيقة نصحني قال يا ريت نبعد عن محو الأمية ونتجه إلى ما يسمى بالقرائية اللي هي التعليم القراءة والكتابة. فالأمي جاي من اللفظ أم، يعني إن ده لا يجيد القراءة، وإنت عارف حضرتك إن اللغة مكتسبة، فبعد 20 سنة أو 30 سنة أصبح يتحدث ولكنه لا يكتب ولا يقرأ، إنما بيتحدث اللغة، فلا يمكن أن نطلق عليه أمي، واخد بال حضرتك؟ فبنقول عليها القراءية أو تعليم القراءة والكتابة. ويا رب يكون هذا التوجه عام، لأن أحيانا بيشعر أبناء هذه الدولة المتعلمين منهم بالغيرة لما نتكلم عن الأمية في صحيح. عالم يتحدث عن الأمية الوطنية والرقمية والتكنولوجية والصحية والبنكية والمالية، كل أنماط الأمية دلوقتي. عشان كده الوجبة العلمية الدسمة اللي بنقدمها في الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار دي بنركز أثناء تعليمنا الأمية الهجائية على هذه الأنماط، فلا يوجد مانع أن أقوم بمحو الأمية السكانية لدى الدارسين، أو محو الأمية البيئية لدى الدارسين، أو محو الأمية الوطنية من خلال عمل استراتيجية قومية بيتم تطبيقها في المحافظات الحدودية أثناء تعليمنا القراءة والكتابة. حتى التعبير الصحيح أو الوصف الدقيق لفكرة الأمية هو وصف فيه سمو كده وارتقاء، يعني حتى ما فيهوش نوع من أنواع، يمكن لما أقول ده أمي بحس إن أنا بنتهك، أقول إيه مشاعره. أيوة دي الفكرة، لكن لا يجيد القراءة والكتابة. صحيح. خلينا هنا وحضرتك على ذكر المشاركات الدولية اللي قامت بيها الهيئة تحديدا، أسأل حضرتك سؤال، إيه هو نوع من أنواع، يعني إيه هي أنواع التبادل الدولي، مش عاوز أقول مساعدات لأن هو بيكون في النهاية هي مسؤولية دولية ومسؤولية مجتمعية أيضا، إيه هي التبادل أو نوعية التبادل اللي حصلت دوليا مع الهيئة اللي قدرت أو حققت بالفعل نوع من أنواع إنهاء هذه الظاهرة أو تقليل هذه الظاهرة تحديدا؟ الحقيقة منذ أن توليت المهمة القومية أول حاجة عملناها بتعاون مشترك مع جامعة الدول العربية والمركز الإقليمي لتعليم الكبار، اللي أنا برضه بشكر فخامة الأستاذ الدكتور رضا حجازي على أن ضمه للهيئة فأصبح كيان تعليم الكبار، عشان توحيد السياسات الخاصة بالهيئة مع مركز الإقليم لتعليم الكبار بسيرة الليان أصبح كيان واحد، وبالتالي بنوحد الرؤى والتوجهات تخدم الاثنين، وملف تعليم الكبار أصبح له سياسات موحدة، وده هيخدم الملف بشكل طيب. بالنسبة لسؤال حضرتك عن التوجهات الهيئة على المستوى الدولي، عملنا برنامج لتدريب ميسرات في 8 دول عربية بتعاني من النزوح، ودي القوة الناعمة لمصر العظيمة اللي دايما بتمد يدها لأشقائها العرب حتى في الظروف الصعبة. تم تدريب 32 معلمة أو ميسرة في تعليم الكبار بينتشر في القرى والنجوع وأماكن النزوح لتعليم الطلاب، لأن أنت عارف في أماكن النزوح ما فيش مدارس. صحيح. فبيحتاج معلمة أو ميسرة تقعد معهم في الصحراء أو في أماكن التمركز أو في المخيمات أيوة لتعليمهم. تم الحمد لله على مدار بالتعاون مع مركز سيرس الليان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المركز الكشفي، الهيئة العامة لتعليم الكبار، الحقيقة معا نستطيع زي ما فخامة الرئيس بيقول إذا تضافرت الجهود وتوحدت. أيضا كان للهيئة توجه في مؤتمر الكونفنت اللي عقد في مراكش في المغرب، وهذا المؤتمر دولي وبيعقد كل 12 عام، وكان لينا كلمة في المؤتمر أكدنا فيها لما سألتني رئيسة الجلسة عن كيفية تصرف مصر في تمويل برامج تعليم الكبار، قلت لها نتبنى ثقافة التطوع كما أكد فخامة الرئيس السيسي على أن يكون للشباب المصري في مؤتمر الشباب دور تطوعي في خدمة قضايا المجتمع المصري. أيضا أكدنا في كلمة مصر على ضرورة تبني فقه الأولويات والبدء في المهم ثم الأقل أهمية. أيضا أكدنا في كلمة مصر على وضع خارطة طريق لكل جنيه ينفق في الهيئة للاستفادة منه والاستثمار الأمثل لهذه الموارد البشرية الذاتية. الحقيقة كان تالت توجه للهيئة على المستوى الدولي في 3 شهور بس
هو أصر مكتب اليونسكو بالقاهرة أن تكون لمصر الكلمة في الاحتفالية التي أذيعت في أذربيجان. والحقيقة عملنا مداخلة على مدار 10 دقائق في الاحتفالية، وقلنا التوجهات الحديثة لمصر اللي هي بتتلاقى دايما مع التوجهات، طول ما بنطلع على الجديد والمفيد، طول ما نقدر ننهض بهذا الملف. هي دور كبير جدا لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وإن شاء الله يعني خلينا نقول نفس التوقيت السنة الجاية 2023 يكون لنا لقاء مع حضرتك، ونكون وصلنا للنسبة المستهدفة زي ما حضرتك قلت 7%، وإن شاء الله كمان يكون أقل. نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ دكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لتعليم الكبار. نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا يا فندم. شكرا 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 لك يا دكتور.